التربية والتعليم والتعليم الفني ودعوتها لجميع الطلاب تحت سن 19 عام أن يقوموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان. أيضا أكدت وزارة التربية والتعليم إطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانية ضد فيروس الثانوية عفوا ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر أيضا للفئة العمرية من 15 عام ل 18 عام. وضحت أنه وزارة الصحة والسكان المصرية رسميا هتتيح تطعيم ضد فيروس كورونا زي ما ذكرنا من الفئة العمرية من 15 ل 18 عام لقاح فايزر طبعا. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أيضا أنه يعني هتلتزم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف أو سيتم اختياره. أيضا كانت قد كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء حصر طلاب المرحلة الثانوية المستهدفين لتلقي لقاح كورونا. وضحت أنه جرى إرسال الإحصائيات إلى وزارة الصحة والسكان، وأكدت أيضا أن الوزارة تستهدف يعني قرابة 4 ملايين طالب وطالبة في الثانوية العام والفنية. أيضا كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أكد أن الاتجاه العالمي لأن يكون اللقاح على أو من سن 18 عام، وبعض الدول خفضت السن إلى 12 عام، وبعض الشركات تطالب الولايات المتحدة بنزول بالسن حتى 5 سنوات. وأضاف أنه التطعيم في مصر أصبح من سن 15 عام بعد أن يعني تم توفير اللقاح الخاص بتلك الفئة العمرية، وسيتم إرسال فرق طبية للمدارس لتطعيم طلاب حتى 12 عام. مرة أخرى بنعيد على حضراتكم هذا الخبر الهام. دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب تحت سن 18 عام للتسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان. وأكدت وزارة التربية والتعليم إطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 إلى 18 عام. ووضحت أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت رسميا أنه تم إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا مرة أخرى للفئة العمرية من 15 ل 18 عام من خلال لقاح فايزر، وستقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سيتم اختياره. أيضا من جانب آخر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي خلال نوفمبر. وأوضحت أيضا أنه إيمانا من الوزارة بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في تطوير تعليم اللغة العربية والحساب، سيقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي خلال شهر نوفمبر بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها. أيضا تبعت الوزارة أنه ستتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، يعني قرابة 345 مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية. وضحت الوزارة أن هذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي. ويعني تم إشارة في هذا البيان لأنه نتائج هذه الدراسة سرية تامة وبتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين. وزارة أيضا يعني بتهيب أبنائها الطلاب اللي ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية أخذها بمحمل الجد لإنجاح هذه الدراسة، يعني حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري. شكرا لمتابعة حضراتكم، يعني وصلنا معكم لنهاية هذا الخبر الهام. شكرا للمتابعة في كل الأحوال وإلى اللقاء.